مرحبا جميعا، جاسر مصطفى وجدلكم اليوم بفيديو اتوقع انه راح يكون مهم كثير لكثير ناس لانه عشان تعرف هل اني اذا جيت على دولة قطر راح استفيد، هل احسن لي اجي على دولة قطر ولا لا. وهذا الفيديو راح نحطه في سلسلة وظفك. وخلينا نبلش. قبل فترة، ما بعرف هي طويلة ولا هي قصيرة، أجاني سؤال على واحد من الفيديوز كان عم بحكي لي: شكرا على المجهود الجميل، لو سمحت بدي رأيك، اللي عنده فرصة عمل بالكويت، فرصة عمل في قطر، إيش الأفضل بشكل عام؟ البروفايل اسمه العالم الشيق. أول شيء بدي أحكي لك شكرا كثير وعفوا على كلمة شكرا على المجهود الجميل. اللي بدي أحكي لك إياه هو اللي راح تسمعه في هذا الفيديو: ما بقدر احكي لك مين احسن تيجي على دولة قطر او تروح على دولة الكويت. دولتين دول خليجية، الدولتين اقتصاديا قويين، والدولتين من ناحية المشاريع حلوين ومرتبين ومناح وفيهم خبرة، والدولتين ممكن انك تتعرض فيهم لمكان انت ما تكون مرتاح فيه او ممكن انك تكون مرتاح فيه. لكن انا بقدر احكي لك ايش الاشياء اللي بتهمك عشان تقارن بانك انت تروح على اكس او تروح على واي. من هاي الشغلات اللي بتهمك، اول اشي انت شو وظيفتك. يعني اذا انت مهندس، بقدر احكي لك انه اذا رحت على دولة قطر فالمشاريع الانشائية عددها كبير، ولسه قطر فيها عدد مشاريع كبير، ولسه كأس العالم جاء على دولة قطر، فانا كمهندس بحب اروح على دولة قطر مثلا. طبعا الكويت فيها برضو مشاريع، لكن بتخيل انه العدد اكبر والحجم اكبر موجود في دولة قطر. ف نوع الوظيفة تبعتك أو التخصص اللي أنت بتشتغل فيه بيساعد كثير في القرار أنه أنت تروح هون ولا تروح هون، بعد ما عرفنا أنت إيش الوظيفة تبعتك. هلأ لما تحكي أنا بدي أروح على الكويت ولا بدي أروح على دولة قطر، عرفنا شو الاندستري تبعك أو الفيلد أو المجال اللي أنت بتشتغل فيه، بدي أعرف إيش المسمى الوظيفي اللي معروض عليك سواء في الكويت أو في دولة قطر. فإذا أنت مثلا مهندس معماري بخبرة 10 سنوات وجاك عرض عمل في دولة قطر واجاك بوزيشن مهندس مكتب جونيور وخلاص خلص البوزيشن، او اذا اجاك مثلا كونستراكشن مانجر او تيم ليدر او هيد اوف انجينيرنج ديبارتمنت في دولة الكويت، راح احكي لك اكيد مقارنة عدد سنوات الخبرة الموجودة عندك في البوزيشن اللي انت عم تسأل عنه او البوزيشن اللي عم بيجيك انت اصلا، فاكيد تروح على البوزيشن الاعلى الموجود في دولة الكويت. بس اذا اجاك هذا البوزيشن في دولة قطر راح اقول لك روح مثلا على دولة قطر. فانت برضه المسمى الوظيفي اكيد بيفرق معك لما انت بدك تقارن بين دولتين. طبعا بعد المسمى الوظيفي، الاشي اللي اكيد اكيد بيفرق معنا كلنا من غير ما لا اعرف شو بتسوي ولا اعرف شو بتشتغل، الراتب. الراتب اللي راح يجيك سواء لتسي انك انت عرفنا شو المجال وعرفنا كمان شو المسمى الوظيفي اللي اجاك، اثنين بالبلدين نفس المسمى الوظيفي، والمجالين في البلدين نفس المجال. هلأ بدنا نعرف كم الراتب اللي جايك في هذا البلد وكم الراتب اللي جايك في هذا البلد. طبعا انت ما تقارن رقما، يعني ما تحكي مثلا اجاني في دولة قطر 10,000 ريال واجاني مثلا في دولة الكويت 1,000 دينار كويتي، لا بروح على دولة قطر. طب ما هو فرق العملة وفرق قديش تساوي هاي العملة بالنسبة لإلك في بلدك بفرق كثير. وكمان هذا 1,000 دينار الكويتي او 2,000 دينار مثلا الكويتي اللي راح يجوك، يمكن العيشة في دولة الكويت مصاريفها لتسي 500 دينار كويتي، مصاريفك كلها راح تكون، فانت راح توفر مثلا 500 دينار كويتي او 1,000 دينار كويتي. مثلا جيت على دولة قطر، مثلا مصاريفك في دولة قطر على سبيل المثال، اذا بدك تعرف طبعا مصاريف دولة قطر في فيديو انا حاكي فيه عن كل المصاريف تبع دولة قطر، بس مثلا اذا انت عم تاخذ مثلا 15 أو 10,000 ريال قطري، مصاريفك في دولة قطر 8,000 أو 9,000 ريال، فأنت بصفي لك 1,000 ريال. طب الرقم اللي أنا أخذته في الكويت 1,000 دينار، حوشت منه 500 دينار أحسن لمن أن أنا أروح على قطر أحوش منه 1,000 ريال، مع أنه البوزيشن يمكن يكون في دولة قطر أحسن، أو مثلا المجال اللي عم بشتغل فيه في دولة قطر يكون مناسب لوظيفتي، بس أنا ما عندي مشكلة أغير الوظيفة وأروح على دولة الكويت وأجمع رقم أكبر. فأنت فعليا مش بس رقم الراتب أو الباكج اللي جايك هو اللي بيفرق معك، بقدر ما بيفرق معك أنت كمان كيف مصاريفك في الدولة انت رايح عليها، قديش عملة الدولة هاي تساوي في دولتك، وكم انت فعليا راح توفر في نهاية الشهر من الانكم تبعك.
بيفرق كمان معك اللي بدك تعرفه انه انت الدولة اللي رايح عليها قديش عندك ability. اذا انت شخص راح يشتغل مثلا فريلانس جنب شغلك، او اذا انت دوامك للساعة 2 شو راح تسوي بعد الساعة 2 او 3 مثلا شغلك في جهة حكومية، قديش في فرصة انك انت تستفيد من وقتك اللي موجود في الدولة اللي انت رايح عليها، إذر لتطوير نفسك او انك انت تشتغل شغل اضافي جنب شغلك بدل ما تضلك قاعد، او انك انت مثلا تاخذ كورسز او تتعرف على ناس اكثر تفتح لك مجالات اكثر. فاذا كانوا هذول مثلا ممكن يصيروا معاك في دوله اكس، فانت اكيد ما راح تروح على دوله واي، لا راح اروح مثلا على هاي اذا الباقيين اتفقوا معي. فهاي برضو من العوامل اللي راح تفرق معك. هلا كمان شغله بالباكج اللي راح يجيك او الراتب اللي راح يجيك، يوجوالي في الدول اللي انت بتسافر عشان تشتغل فيها الباكج اللي بتاخده ما بيكون هذا باكج اسمه الراتب، لا هذا بيكون اسمه باكج كامل من ضمنه الراتب الاساسي والبدلات اللي راح يعطوك اياها. هلا اول شيء راح يعطوك بدل السكن، بعدين بدل المواصلات، في ناس لسه تروح اكثر بدل الاتصالات، في ناس تملك اكل وشرب، في ناس يعني في كثير تفاصيل تدخل جوا الراتب. فبدي احكي لك اياه، انسى كل هدول. بيهمني كثير في الراتب تبعك لما تسافر على دوله معينه قديش الراتب الاساسي تبعك، لانه هذا راح يفرق معك في بدل الاجازات لما تنزل اجازه، في نهايه الخدمه لما تخلص من الشركه اللي انت رايح عليها. وكمان بيفرق معي انه الباكج تبعك هل في مثلا تذاكر سفر ولا ما في تذاكر سفر، هل هو مثلا مأمن تعليم ولا مش مأمن تعليم، شو في حوافز تامين صحي مثلا ولا ما في تامين صحي. كل هذول بدهم يدخلوا معك في البدلات اللي انت راح قرر بناء عليها مين احسن لك، اروح على الكويت ولا اروح على قطر، اروح على السعوديه ولا اروح على الامارات، اروح على الاردن ولا اروح على مصر. فبفرق معك كثير هذا الموضوع. وكمان من الاشياء اللي اكيد بتفرق معك ايش طبيعه الشركه، اذا انت رايح تشتغل في شركه هل هي شركه مثلا عالميه ولا شركه لوكال، هل هي تصنيفها مثلا عالي ولا تصنيفها منخفض، هل هي شركه منيحه ولا شركه مش منيحه، تعاملها مع الموظف منيح ولا تعاملها مع الموظف مش منيح. هذا شوي قليل ما تقدر تعرفه قبل ما انت تروح تتدبس في هذا الموضوع، بس برضو بفرق معك انك تعرف المكان في البلد اللي انت رايح عليه. فمثلا اذا رحت على الكويت على سبيل المثال، رحت كنت عايش في مكان مرتب في العاصمة مثلا، وفي مكان في مخدوم ومكان في مواصلات وكل اموره تمام، ومثلا كنت الخيار الثاني مثلا انك انت تروح على سبيل المثال على قطر، وفي قطر انك انت تروح على اشي في المدن البعيدة او مثلا في الشمال في منطقة يعني بعيدة كثير مثلا عن العاصمة والخدمات وراح تتبهدل يعني، فلا تروح على البلد اللي انت راح تكون موجود فيها في مكان مرتب واحسن لك للعيشة. ممكن هذا يكون في قطر مثلا، ممكن انك انت تكون في قطر وانك تكون في الدوحة، وبالدوحة مثلا تكون في الوست باي، وفي الوست باي مثلا تكون في احلى واحد من التاورز الموجودة او تشتغل في الشيراتون. فانت فعليا هذا احسن لك من انك تروح على مكان لا تتغلب فيه وتعيش عيشة مش مرتبة وما تناسب عيشتك. ففعليا كمان هذا بفرق معك. واخر شيء راح احكيه بهذا الفيديو، يمكن ما اكون شملت كل شيء، بس اخر شيء راح احكيه في هذا الفيديو بيفرق معك كثير عدد ساعات العمل، من اي ساعة لاي ساعة انت راح تشتغل. وفعليا اذا انا راح اشتغل اكسترا تايم، فهل في بند في العقد تبعي بحكي انه انا راح اخذ اوفر تايم بدل الشغل تبعي، وشو نظام الشركه بموضوع الاوفر تايم، هل راح تدفع لي ولا راح تعطيني اجازات، وهل اذا كانت تعطي اجازات هل راح تطنشني بعدين وما تعطيني هاي الاجازات. فكل هاي الاشياء بتفرق معك. خليني احكي اضيف كمان بند، اذا كنت رايح على بلد في نظام كفاله انه انت على كفاله مين اقامتك وما بتقدر تطلع من الشركة إلا بموافقة الشركة، فبدك تتأكد إنه الشركة اللي انت رايح عليها راح تعطيك NOC، يعني عدم ممانع من نقل الكفالة، لما انت بدك تروح على شركة ثانية، لأنه في شركات كثير بتقول لك لا أنا ما بدي أعطيك NOC، يا بضلك معي يا بكنسل إقامتك. كلمة أنكنسل إقامتك أنت لازم ترجع برا البلد، بعدين رجعوا يطلعوا لك فيزا ثانية تاخد إقامة وترجع تدخل جوا البلد. وهذا الموضوع مش مضمون لا على المدى القريب ولا على المدى البعيد، يمكن يصير خلافات بين اي دولتين يوقفوا اقاماتهم مثلا، او ما يطلعوا لهم اقامات جديده، يمكن مثلا يصير في قرار معين انه على تجديد الاقامات والله او على نقل الكفالات وقفوا هاي الفتره. فهي شغله انت ما بتضمنها انه اذا فعليا هذا كنسلك انك انت تقدر تدخل مره ثانيه على اقامه ثانيه، فانت راح تضطر تضلك تحت رحمته. فاسأل عن هذا الموضوع. أنا شخصيا مرة كنت عم بقابل في شركة وراتب أعلى من الشركة اللي أنا كنت بشتغل فيها بحوالي الثلث، فاللي صار إني أنا بدي أروح البوزيشن اللي أنا بدي إياه، أعلى من البوزيشن اللي أنا فيه، شركة أكبر من الشركة اللي أنا مثلا كنت فيها، مشاريعها أحسن من المشاريع اللي أنا فيهم، راتبها أحسن من الراتب اللي أنا باخده، بس
ربنا هيك انقذني وتذكرت ان انا اسال، هل مثلا اذا انا بدي انقل كفاله راح تعطوني ان او سي اذا انا مثلا بعد عمر طويل؟ انا ناوي معاكم اضل على مسافه فتره طويله، بس لو ليتس سي صار اي شيء وانا بدي اروح على شغل ثاني او بدي افتح شغلي الخاص او ما بدي اضل معكم، حتعطوني ان او سي؟ قالوا لي بصراحه لا ما بنعطي ان او سي، بنكنسل وانت بترجع. شكرا ما بدي اشتغل، انا كثير تشرفت فيكم ونضل اصدقاء لكن ما راح اقدر اجي على شركتكم. وفعليا هذا اللي صار. فبدك تدير بالك من هاي النقاط، هاي النقاط جدا جدا تفرق معك في القرار تبعك قبل ما تروح على اي دولة. فحاول انك انت تفكر فيهم بوينت بوينت وبعدين تشوف مين المكان الانسب لك انك انت تروح عليه، وان شاء الله من هون لتاخذ القرار الصح اللي انت بدك اياه انك انت تقدر تحاوط كل هاي النقاط واشوفك جنبي او في البلد اللي انت حابب انك انت تروح عليها. لهون بقدر احكي لك لا تنسى تدخل على الويب سايت اذا انت عم بتدور على جهات اتصال مع شركات عم تشتغل في الخليج وفي الوطن العربي خلينا نحكي وفي قطر تحديدا. عندنا على الويب سايت اكثر من 6000 جهة اتصال باسعار رمزية، فادخل على www.jisobuy.com واذا لقيت في فايل بناسبك فاخده، وبالتوفيق وبشوفكم في فيديو جاي.